المدينة عجلوتي مع مهندس رخص المدينة. كما تعرف اليوم ثلاثاء في إطار معناها تنفيذ قرار هدف صادر على السيد الوالي صفاقس في إطار فهمتي ولا فتح المنافذ والمعابر. هذا كما تعرف الطريق هذا عرضه 35 متر وقع اعتداء عليه منذ أكثر من 7 سنوات وقع غلقه بشيرتين واستغلاله من طرف فهمتي راحة الصناعيين بمنطقة مدن أشقى. اليوم معناها فهمتي تم التنسيق وتم تقريبا تنفيذ القرار بحضور القوى العامة الشرطة بلدية تجهيز لبال جميع الأطراف المتداخلة وقع فتح الطريق كما تراو عرض 35 متر باش يولي اكسسيبل معناها يعدي ويسهل حركة المرور على الإدارات المجاورة وعلى المحيط الصناعيين. وكما تعرف معناها نذكر أن الطريق هذا موجود في البلان ديميناجمون تاع البلدية رغم أن المنطقة هذه مازالت ما سوتش وضعية القانونية لكن هذا لا يبرر هذا لازم يبقى الطريق محلول. والله الحقيقة معناها شوف احنا بلغناه واعطيناه الاجال القانونيه وقمنا بعمليه التنفيذ المداخل الاساسيه تاع الحرس البحري المدخل شوف فيه مدخل الحرس البحري ما حرس الترابي وعندنا هذايا المنطقه الصناعيه وعندك السيرفيس دميل وعندنا فهمتني ولا بارك البلديه الحجز وعندنا محطه الكيران الوطنيه معناها انترسيكسيون مهم برشا يسهل عمليه التنقل. هذا مغلق عنده 7 سنوات وهذا كان تستغل فيه الاداره الجهويه معناها للملك السيرفيس ديمي الاداره الجهويه للسيرفيس ديمي كانت تستغل فيه معناها هذه في كانت تستغل فيه في عمليه الوقوف والتوقف في الناس الوافده في عمليه الذروه كانت تستغل في الشارع خاطر الشارع ضيع يعتبر شارع معناها فرعي مش رئيسي معناها فهمتني ولا بعرض 35 متر كانت الصفوف لهنا تو وقت ما تسكر وحولوا على الطريق الرئيسي نتاع القرقنة اليوم ينجم يرجعوا يستغلوا الشارع هذا وتعرف معناها تنظيم العمليه كيفاش يكون اليوم ان شاء الله يتم عمليه التنفيذ وان شاء الله يتم رفع النفايات ورفع البقايا نتاع الواحد ويتحل الطريق نهائي. أنا غدوة تجم الناس تمشي في الطريق هذا يتحل الطريق ولا شيء يتحل الطريق ويولي اكسسيبل. الحقيقة بالنسبة ثم عدة قرارات موجودة في معتمدية سقية الدير اللي في سيدي منصور هذيك وزاد جاري التنسيق على تنفيذ إن شاء الله. خاصة المدينة إذا كان ثم حاجة ونعلموكم في الإبان إن شاء الله.